التاني يورتشيتش مدرب بيراميدز، رأي حضراتكم فيه كابتن فاروق؟ أنا شايف إمكانيات النادي أعلى من إمكانياته، أعلى من إمكانياته طبعا. يعني النادي يستحق إمكانيات، عنده لعيبة ما تقلش، وفي أماكن في الملعب تتفوق على لعيبة الأهلي والزمالك، عنده لعيبة كويسة جدا 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 جد. فلازم يبقى عنده طموحات، لكن بيبقى كسبان وبعدين بيخش في حتة بتعادل، المباراة ممكن تروح مني، السيطرة. ماتش البنك الأهلي رجع كان خسران واحد، خبرات اللعيبة يا كابتن، خبرات اللعيبة، هو بينزل ملعب، خبرات اللعيبة اللي جوه الملعب، لعيبة تقيلة، بيراميدز ما يقلوش على لعيبة الأهلي والزمالك. خلينا نتكلم بجد، وكمان اللي عندهم لعيبة كويسة جدا المصري واتحاد اسكندري عندهم لعيبة كويسة كمان يعني برضك، وسيراميكا 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 كمان لسه جداً. كنت هقول انا لسه هقول ايمن لسه هقول ايمن وسيراميكا بص، وايمن عمل حاجه كويسه في سيراميكا، ان خلى الفرقه دي عندها احساس ان هي ترجع للمباراه في اي وقت. لا بس النتائج مش احسن حاجه، عنده 4 بونت. خلي بالك انت 4 بونت هكسب له 3-4 ماتشات هتلاقيه السنه اللي فاتت طبعا. ده هو شغالين كويس يعني، ايمن شاطر ومركز ومؤدب مع اللعيبه وتعامل مع اللعيبه بشكل كويس. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ اه اتفضل. لو حصل وجه رئيس نادي وكلمك قال لك الحقني انا عايزك تيجي تمسك الفرقه، انا صعب صعب خالص. لا مش في افكاري، مش في يعني مش في دماغي يعني، بتكلم بجد. ما انا بتكلم بجد السؤال، وانا يعني مش ما حنتش؟ لا لو اشوف الفرقه يعني بتكلم على الفرقه واشوف الفرقه امكانيات الفرقه، ابص على اللعيبه اشوف اللعيبه كويسه كده، يعني ممكن استشاري يعني لكن ما حنتش للملعب لدك الدكه وانت قاعد على الدكه، ما حنتش للكلام ده خلاص. بص هقول لك حاجه، يمكن انا قلت الكلمه دي، ان المدرب دايما عامل زي ايه؟ زي حد انت عازمه يقعد معاك 2-3 يومين وبعد كده يمشي. هتقول لي اجنبي مصري كل في بتحصل دي في الكوره هنا، صحيح صحيح، هو ضيف. فانت دايما تتعامل مع المدرب ده ان هو زي ما انت اللعيب ده قيمه وتجدد له وتعليه، لازم تتعامل مع المدرب كده، انت لازم تكبره قدام اللعيبه، اللعيبه عشان تقدره وتحترمه وتتعامل معاه. لازم انت زي ما بتتعامل، لان انت عايز تطلع لعيب وتخليه نجم، لازم كمان تتعامل مع المدرب ان انت لازم تعليه عشان اللعيبه تبقى جواه، يعني لازم هو يبقى مسيطر عليها. لكن المشكله تلاقي في السوشيال ميديا او في اي حاجه المدرب ده مشي وخدوا قراره والمجلس اجتمع ومش عارف، تخلي الراجل في رعب.